السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. الله يسلمك خويا. شكون معانا قولي لي؟ الحاج ربح. الحاج ربح موال أب عن جد. واه. شحال عندك في الدومين هذا الحاج ربح؟ كاع حياتي هذه غير في الموال هذا. شحال في عمرك؟ راه في عمري 50 سنة. 50 سنة الله يبارك. هي أكثر من 50 وعندنا نقولوا. ثم تعرف الكبش. هي راه ولد عندي هذا. هكذا؟ هي هذا مربيه ماني لا معاودي لا والو، هذا مربيه. ولكن رانا المصروف راه طلع علينا بزاف، السيور راه غالي، السيور راه. حاجة خليني نسقسيك سؤال بالعقل برك. أول كبش بعتو شحال كانت دير سوما؟ شحال بعتو سوما تشفالها؟ دروك ولا لا وقت؟ لا أليبوك ملي بديت. ملي بديت كان يدير المليون و200، كان يدير خبرك 1300 14، ولكن دوك راه غادي يطلع راه كل يوم تزيد. هما هذيك الكلمة راهم صابوها لنا يقول لك الموال وراه موش تعب وراهم يعاودوا البزنازة وراه الكبش دار 12 مليون و14 مليون، ولكن أنا صارف عليه. الزراعة حنا كانت الدولة تحسبها لنا 220 راه موش يصفانا. روحوا شوفوا بعينكم، نروح معاك نطلع معاك هنايا وين تحب كاع. حجابة عندك بطاقة موال؟ عندنا، ورا ندي خطرة في المال، خطرة المال هذا أنت ديرلو خطرة. ديت خطرة منها ما عاودش. صح الحاج ربح هايا نحكوا، أنت قلت لي العلف والمقالة، شحال ياكل هذا في النهار الكبش؟ الواحد شحال ياكل؟ هذا راه عنده زوج كيلو راني منقص له. زوج كيلو شحال؟ هي زوج كيلو، زوج كيلو، شي 20000 راه يدير 700000 برا ماشينوار. ويدي والنخالة راه دير 550 520 هيا ارحم باباك هذا كل يوم راه عنده قنطار. وهذا واش توكل واش تعطي؟ ها هو الشعير، ها هو قبالك، ها هو الشعير قبالك والنخالة. الشعير والنخالة. هي ها هو عندك هذا محسوب الدولة حاسبته 220 وبرا عند المزبزة راه يديروا فيه ب 500 و 750 هيا الكبير المال هنا ما يطلعش. انا نبيعها ب 20 ومانيش رابح فيه هذا. 20 مليون ومانيش رابح فيه، خاطر عليه راني مربيه العام. هيا رحم باباك انت تقعد غير المو... قعد معايا من الصبح لليل الموسم كيما هاك تاع العيد هذا يقول لك اودي راهم المواله وراهم راهم مطلعين السومه. كاع يتهموكم. كاع يتهمونا، انا راني هنا عندك وراني قبالك نبات هنايا، هو يبات في الكليمه يشري القلوفات ب 800000 ويقول لي انايا. مانيش حافظ. احسن نوع المو، ولكن اذا موش خلاص حنايا عي. صاحبك شخالنا خلنا ينوض على 12 تاع النهار ويدير الرجال يجي يحب يديه وانا نقعد هنا وناكل هنا ونفطر هنا وقاعد. كل واحد واش راه يهدر، اللي يعرف حق التومال يجي قابلني. اللي يعرف حق المواله يجي قابلني، انا الفوت صابر. الجفاف راه داير حاله يعني في الجزائر السنه كامل، احسب رانا العام نوكلوا السنه، العام كامل رانا نوكلوا. هيا يرحم باباك به تبيعه، ارواح في بلاصتي، ارواح معايا، عيش معايا وشوف لحظتي. شوف لك واحد شباب الراجل. انا يا شوف ولادي سامح فيهم شحال عندي، وراني راني جاي من تيار تاع هذاك، ولادي سامح فيهم مانيش عارف كاع واش كاين، عاس روحي كيما قال لك واحد مع الطريق. لا يقيسوك، هنا تبات حي. الامن هنا وما كانش. هاي هنا كيف يرحم باباك؟ كيف دير؟ تسمى الحكاية هذيك اللي نقولوها ونسمعوها يدي مليون زوج ملايين فايدة في الكبش ما كانش منها الحاجة. يدوها البزنازة، صح؟ كاينة. لا ما نغلطش معاك، كاين. كاين اللي ذاك منا يشريه عليا منا ذاك يديه مني انا 200 متر ويبدا يحلف له ويقول له نديرو نعمل. بصح لو كان تسقسيه تقول له واش راه ياكل وشحال عنده ميزان وشحال كذا والدواء شحال راه طلع الخدام ما لقيناهش راني مقابل روحي ها هو هانينا ولدي. الحاج واحد قال لي زعما موال عنده 1000 راس ولا 1500 يجي لالجي يتعب روحه يوقف على المال تاعو باش يبيعو، قال لي هادو كاع معاوديه، واش تقول في الامر هذا الحاج رابح؟ مولا عالف هذا كيما قال لك صح ما يجيش هنا ما يجيش لا قليل. هادو صحاب 200 و300 هادو يجوا بصح مولا عارف ما يجيش. نهضروا الواقع يا اخي انا يعني نيشان يعني. هادو هنا باه نقلط معاك ولا كذا لا ما كاش من هذه كيما راه يقول لك صحيح يعني كاين هذا العمراوي ولكن نسبه قليله. الفلاحه وين راهم؟ جيب لي الفلاحه وين راهم؟ قول له الفلاحه وين راهم؟ الفلاحه ما كاش. والحاج رابح واحد قال لنا باللي ايضا كونيسور في الدومين تاعكم قال لك المال اللي قاعد هكذا ينقرض يقولوا المواله ما كاش. هنا صح كاينه منها كاينه عييتوا منها عينا انا من سنه بالك ما زيدش نخدمه ما زيدش لا ما نطيقش هي ما نطيقش انا انا راني راقد قبلك راني ناويه راقدين هذه عيشه دروك تعيشها على هذا الحياه قل من هذا الشيء مانيش عارف راح نقعد وانا صباح ميت انا يا من عاش شحال باغي نعيش راني عاش 50 عام ولا واش 53 عام شحال باغي تعيشني 50 عام وحده اخرى صقر ونجري وكذا ما كاش منها والحاجه رابح الفائده زعما شحال هامش الربح كي تبيع كبش شحال تدي زعما اكزام شو دينا كون نقدر بغير راس مالي راني الدنيا ما فيها ماشي نحوس على الفايده انا صابت ايه؟ صابت صابت بزاف سنين والله لا صابت بزاف الحياه والله غير الله يجيب الخير وصاي ماشي نحوس على الفايده انا فايده وين راه الفايده كيما هذه ما يشغلش فطورك برا عشاك برا والله مازال ما فطرتش صدق ولا تصدق وروح نديك هاراني وريك والله مازال ما فطرناش ها هي شا دير دروك يرحم بابك شا دير هي الحلول حليل والزواليه اه حليل والموال صحيحه ماشي كاع يقول لك رانا مواله وكاع رانا فلاحه لا كاين وكاين بصح الحاج
اذا قلت لي من العام الجاي ما تزيدش تخدموا هاك تخلي لوكازيون هادو لي ريفوندور ها صاي دروك هو اش باغي يدير يرحم ها يعرف دروك راه يجيني خبرك راقد يجي على 10 يقول لي كيفاش راك تبيعوا ب 12 بزاف ما دارش هذا العدد انا ثاني نعطي له الحق خاطر ليه ما شافاش ما شافش التعب نتاعو كون شاف التعب نتاعو شاف اش صرا فيه انا صباح ضربت غير الغيم كنت خايف خاطر الماليه اللي تمرمد صاي روح اديه الواد طيش الله يحسن العون واش تقول للزوالي من المنبر هذا اللي راهم كامل يشتكوا راهم كاع يقولوا الزوالي حليلو لا الزوالي حليلو خاطر الاسعار هذه راهم جبدوا لنا واحد الكلمه يقول لك السنه العيد ماشي خايف العيد الاسعار كلها طلعت غايبين على العام اللي فات والسنه راها يعني فراق كبير ورانا كل يوم نسمعوا طلعت 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 ماشي قي في المال كاين اللي جابوا الحجه صاي كيما نعيدوا صافي ماش نصرفوا رانا كل يوم نصرفوا التبانه تاع الخبز كانت تدير على الفراك دوك هنا عندكم الجزيرة كاين شي مضاربة هنا راهي ناكل فيها ب 3000 فراك هيا وراك رايح تزيد القهوة 5000 فراك والله ما دارش 5000 جاوبني صح صح حاوك ويجي يقول لك اودي العيادة المشكلة نورمال ما نسقسوش بعضنا بعض الموال صحيح ما تسقسيش خاطر عليها تعرف ها عندك وضروك راه الراسيون خاصني دوك منين نجيبه ها وعد غير نرجع لتيارة نروح نجيبه ونجي ها راح نوري لك واحد القرط راه وين يبيعوا فيه 200 الف ما ياكلوهش هذا والله ما ياكلوه هكذا ها راه وين 100 ها راه وين 100 هنا راه داير 200 الف القرط ها هيا يرحم باباك وراه والجفاف راه ضارب روح الجزائر كامل ياكش ما شفت المواشير راهم يحصدوا والله ربي يجيب ساعة الخير امين يا رب العالمين احنا نطلبوا ان شاء الله رب العالمين يفكنا من هذا الجفاف والله يحسن عون الزوالي والله يحسن عون المواله ويحسن عون الفلاحه ويحسن العين اي واحد الله يحسن عونه ماشي قينا والله اي واحد ثاني قال لي المسكين الله قالب عليه الشهر ما يلحقش يا حسن عون ولكن الانسان ما يتكلفش لهذ الصوالح كاين علوش راه هنايا ب 6 ملايين 6 ملايين ونص 7 ملايين على كل واحد وقدره كل واحد ومقدره هاي شكرا الشاعر يهضروا كاع الغلام بعد تلقاهم كاع رايحين لتونس ورايحين لتركيا هذوك كاين اللي راه يشري تليفون ب 30 مليون تقول لك كمش ب 10 ملايين يقول لك اه غالي شاري تليفون ب 30 مليون هاي كي حبيت يروح للبحر دوك يخسر بلان تاع قروفات ب 800 الف يقول لك ما افطرتش مليح ويجي الموال يقول له انا خبر بيك كاينه من هذه شحال ياكل 800 الف يقول لك والله ما يعيش يقول والله تعمل تاع قروفات هيا السلام عليكم هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل بروتيليس الجمال للكل زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر